السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله في مطبخ موني هنعمل مع بعض احلى سجق اسكندراني، اتمنى تجربوه ويعجبكم ان شاء الله. معانا هنا نص كيلو من السجق، هنحضر معانا طاسه نحط فيها حوالي معلقتين او 3 زيت، ونبدا نحط السجق اللي ياخد له تشريحه، وبنفضل نقلبه كده. احنا محضرين معانا هنا دي فلفلايه رومي كبيره متقطعه، قرن شطه وده حسب الرغبه، معانا هنا طماطمايه متقطعه مكعبات، وهنا بصلايه بيضه كبيره متقطعه جوانح، وحوالي 4 فصوص ثوم مفرومين. دلوقتي بعد ما اخد التشويحه دي بنقوم بالمعلقه كده او بالسكينه اللي يسهل عليكم، ونقوم مثبتينه ومقطعينه. طبعا هو دلوقتي بيبقى سهل التقطيع. اهي قطع بمنتهى السهوله ده الحجم اللي انتوا عايزينه. خلاص بعد ما تقطع معانا كده الحجم اللي احنا عايزينه وشوحناه، هنبدأ بقى نضيف دلوقتي باقي المكونات معانا. هنحط بصلايه متقطعه جوانح زي ما قلت لحضراتكم، تاخد تشويحه معاه. نضيف دلوقتي الفلفل الرومي اللي مقطعينه، قرن الفلفل اللي احنا مقطعينه، وكمان الفلفل الحامي، وده على حسب الرغبه يا جماعه. ونقلبهم مع بعض، طبعا الالوان روعه. ونحط دلوقتي الطماطمايه، دي طماطمايه متقطعه مكعبات. نحط بقى البهارات بتاعتنا دلوقتي، طبعا خدوا بالكم السجق بيبقى جاي اساسا من البحر، الخلطه بتاعته فيها بهارات يعني، فاحنا هناخد بالنا من الموضوع ده. هنحط حوالي ربع معلقه ملح صغيره، ربع معلقه فلفل اسود صغيره، ورشة كزبرة، ورشة كمون، ونقلب كله. ايوه دلوقتي نوصل لاخر مرحلة فيه، ان احنا بنضيف الثوم، بنضيف الثوم، ونبدأ ان احنا نقلبه كده لغاية لما كله يختلط مع بعضه. دلوقتي نغطي عليه ونسيبه بس يعني 5 دقايق او اقل، لغاية لما الثوم لغاية لما السجق ياخد طعم الثوم، وهو كده جاهز ان احنا نقدمه. وكده السجق بتاعنا، السجق الاسكندراني، جاهز ان احنا نقدمه او جاهز ان احنا ناكله على طول. طريقة جميلة جدا وسريعة، اتمنى تكون عجبتكم. اذا عجبتكم الوصفة اوعوا تنسوا تشتركوا على القناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من فيديوهاتي، اوعوا تنسوا اللايك لايك لايك وشير، وتعليقاتكم الحلوة، وبالف هنا وعافية.